في القماش. يعني هي الحقيقة لها فايدتين اهو بالشكل ده كده. حتى لو شديت كده وحصل كسرة في القماش، لما أشيل الكردون بعد كده هيتفرد القماش. ليه؟ لأن في ارتفاع خيط فوقيه، وده بيريح الشغل. ده طبعا إذا كنت مش حاطه كرتون ولا حاطه سفنج ولا حاطه أي خيوط على الرسم، بتريح قوي الحركة دي. وهكذا أعمل الخطوط كلها متوازية لغاية ما يكمل الشكل عندي. احنا النهاردة شفنا غرزة العقدة الفرنسية والحشو العادي اللي احنا حطينا فيه الكيردون وممكن بدون. النهاردة هندي حشوة جديدة، ودي شايعة الاستعمال وبتدي نتيجة حلوة قوي في كل أنواع التطريز. دلوقتي اللي هو الخيط القطن العادي اللي بشتغل بيه كروشيه، وبختار اللون الأصفر عادة عشان إذا كنت هشتغل باللون الذهبي، وأستخدم شمع العسل ده إحنا اتكلمنا عليه قبل كده، وده بيدي صلابة للخيط فبيدي نتيجة حلوة. أدي الخيط فتلتين والشمع العسل، أمشي عليه الخيط بالشكل ده، وبعد كده الرسمة أشتغل زي ما أنا عاوزة، إما خطوط على حسب الخط. يعني أنا الخط اللي هنا ده محشي كردون، الخط اللي هنا انا هحشيه بالخيط المشمع، وهنشوف هنعمل الشغل ازاي بالشكل ده. تقريبا غرزة فرع واسعة اذا انت استخدمتي على الفروع بالشكل ده. بس بعد كده عايزة مثلا هحشي الوردة، اعمل دعامة للوردة بالخيط المشمع، بشتغل فيها غرزة رجل الغراب، ودي كلنا عارفينها من الشمال لليمين. غرزة تحت، غرزة فوق، وامشي جنب قريب من الخط اللي انا عايزة اكون الشكل بتاعه بالشكل ده. هنشوف مع بعض ازاي هشتغل الوردة اللي أنا حشيتها بالخيط المشمع. عادة الحشو يفضل أنك أنت تبتدي طبعا من الناحية الشمال، والفتلة كلها في اتجاه واحد. باخد غرزة قصيرة على حسب الرسم بتاعي، وأوصل لحد الرسم اللي هو كاسة الزهرة. ممكن اخد غرزة قصيرة علشان انا شايفة ان الدوران هنا هيكون اكبر من الدورانات اللي تحت في الوردة، فاعمل الغرزة القصيرة علشان الدوران يبقى كله متساوي وسليم. زي ما احنا شايفين هنا الوردة بقى شكلها حلو باللون النحاسي، والكاس باللون الفضي، والفرع اشتغلناه باللون الذهبي عادي جدا زي الفروع التانية اللي احنا اشتغلناها اللي حشيناها قبل كده بالكردون. بقى الشكل عندي زي اللي احنا شايفينه ده. النهاردة هنشوف دعامة جديدة في حشوات السيرما، وهو القطن واللباد. والقطن معروف قوي في حشوة السيرما وبيدي نتيجة حلوة قوي. لما يكون عندي مثلا مفرش فيه ورود مختلفة هستخدم فيها نوع معين او شكل معين من القطن، اروح عاملة الكمية كلها مرة واحدة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، عشان ما اعملش واحدة واحدة وضيع وقتي. اعمل كمية القطن مرة واحدة وبعدين ابتدي اشبكها. نفس الحكاية في اللباد. اللباد ده الفرق بينه وبين القطن ان ده ممكن يعمل لي مساحة، تقدري تعملي اي رسم عليه بالكربون الغامق وبعدين تقصيها وتحطيها على الشكل اللي انت عايزة تستخدميه،
وممكن تستخدمي منه قطع صغيرة زي القطن بالظبط. هنشوف دلوقتي في الشكل العينة هنعمل ايه في حشوة القطن واللبات. دلوقتي انا جهزت القطن اللي انا هستخدمه في الرسمة تقريبا نفس الشكل، وبعدين اجيب خيط عادي، خيط سراجة، خيط مكنة عادي جدا، وإبرة عادية، وأشبك بيها القطن. وعلى فكرة ممكن الكرتون اللي عملناه قبل كده باللزق والكردون ممكن أعمله بالخيط بنفس الطريقة اللي أنا بعمل بيها النهاردة القطن ده إذا كان على الفساتين بالشكل ده. زي ما احنا شايفين أنا شبكت القطن بالخيط، وعملت دي باللبات برضو قطعة لبات صغيرة علشان خاطر نشوف كلنا مع بعض الشكل. ما ننساش ان انا هبتدي اشتغل والخيط على اربع فتلات، بلضمها اتنين وبرجع اتنيها، وبشتغل بالورد وابتدي من اعلى الشغل بالشكل ده على الخط الرسم في خطوط متوازية، والفتلة نفسها تكون في اتجاه واحد. اتجاه واحد ما بشدش الخيط، وامشي مع الرسمة مع الخطين. هنشوف النهاردة نوع جديد من الخيوط غير الخيوط السرمة البكر، الأنواع دي كلها اللي احنا شفناها قبل كده. ده الخيط ده اسمه خشخان، الخشخان ده بيتباع بالجرام، وإذا اشتريناه جملة طبعا هيكون رخيص، إذا اشتريناه قطعي هيكون أغلى، وده راجع لرغبتك في الشغل نفسه. الخشخان ده هو عبارة عن سلك ملفوف، سلك ملفوف، وبيديني شكل حلو في الشغل. من استخدامات خيط الخشخان ممكن أعمل قلب الوردة بخيط الخشخان ويبقى بارز بالشكل ده، ممكن يبقى يكون أطول من كده كمان على حسب الرغبة. شكل تاني النقط الرفيعة دي بتديني شكل برضو، تشكيلات شكلها حلو، دي بنسميها عين الكتكوت. أقطع الخشخان قطع أطول من المرة اللي فاتت وألضمها بالشكل ده، أنزل بيها جنبها مباشرة. أعمل واحدة كمان نشوف. أطلع جنبها بعد شوية، بعد 2 ملي كده تقريبا، وأخد قطعة تانية من الخشخان نفس الشيء، أضمها من الوسط وانزل جنبها على طول بالشكل ده، وهكذا اعمل بقية الورد. اعزائي المشاهدين، في الاسبوع القادم لنا لقاء جديد وفقرات جديدة لك ولأسرتك، فإلى اللقاء.